وطبعا أكمل دراستي، درست أيضا السيرة النبوية لابن هشام، ودرست أيضا كتب كثيرة أنا شايفك أخرى حاطة شهادات هنا. نعم، وأيضا أخذت شهادة في التجويد في القرآن الكريم، هذه إحدى الشهادات موجودة. دي شهادة في التجويد. نعم. دي في أي دولة؟ هذه في الولايات المتحدة، طبعا أخذتها على الشيخ من الشيوخ اللي عنده إجازة في 7 قراءات مختلفة. طبعا هاي قراءة حفص عن عاصم. نعم. طبعا هي القراءة الأشهر حفص عن عاصم. طبعا أكيد. طيب وبعد كده؟ وأيضا أخذت برضو اللي هي الجامعة كلوفرديل كوليج اللي هي بكالوريوس في الشريعة الإسلامية. نعم. برضو بنعرض للمشاهد. نعم. دي 4 سنوات. 4 سنوات. نعم. درست فيها الشريعة الإسلامية. نعم صحيح. يعني أنت اتجهتي اتجاه واضح جدا للتعمق في معرفة الإسلام. أكيد. وده يعني حتى يعني يكون الواحد مقتنع اقتناع كامل. طبعا أخذت أيضا شهادة فاي ثيتا كابا اللي هي من الجامعة التفوق الأكاديمي. طبعا اللي كنت يعني كان اسمي على قائمة اللي هم المتفوقين الأوائل في أكاديميا برضه في الجامعة نفسها. فهذا اللي خلاني أنه أنا يعني أتعمق جدا في الدين، وفي تعمقي للدين أيضا التزمت. طبعا ليه أنا درست هذا الشيء؟ لأنه بقول لك بزيادة العلم يزيد الإيمان. عارف كيف؟ أنت الآن أتيت إلى أحضان المسيح. نشكر الرب. نشكر الرب. يعني أنا يعني أفهم أنه في الكتاب المقدس بيتكلم الوحي الإلهي عن أن شعر المرأة تاج لها، وأنا شايف أنه حضرتك مع احترامي ليك وده زي اللي أنت حابة تلبسيه، ولكن شايف لحد الآن مرتبطة بالحجاب، حتى ده الحجاب اللي شكله فيه صلبان أنا شفتك بيه في مقابلة محمد دكتور محمد العوضي في قناة الرأي وإقرأ. نعم نعم. فشعر المرأة في المسيحية يعني هو تاج المرأة. نعم صحيح. فما أعرف وجهة نظرك. بصراحة أنا حطيت الحجاب لهدف معين، يعني الحلقة هنا يعني نعم أوصل رسالة معينة، لأنه لما أنا جيت واعترفت بالمسيح في إحدى غرف البالتوك يعني قبلت بالإنكار، ما كانوش قادرين يصدقوا إنه هو نفس الشخص. نعم، مع إنه نفس الصوت وعرفوا إنه هذا صوتي، ولكن هم قالوا لا هاي مش معقول إن هي تكون ربك عور. وما زلت إلى الآن يعني أستقبل رسائل من المسلمين يريدونني، يعني بدهم يعني إنه أنا أكذب الخبر. فأنا وضعت الحجاب بس عشان أورجيهم إنه أنا هو نفس الشخص اللي أنا كنت مسلمة فعلا وأسلمت لمدة 5 سنين. وأنا فعلا كنت ملتزمة وأواز very devoted وكنت كتير يعني مخلصة للإسلام، ولكن الآن بما إنه المسيح حررني فأنا الآن أستطيع إنه بكل افتخار إني أنا أشلح الحجاب. يعني لأنه أنا بنت الرب الآن، ولا أحتاج إلى يعني إلى هذه الأشياء اللي ممكن إنها هي يعني كيف إنها تغطي علي، ولازم دائما أكون في شريعة معينة أو في إيمان، لأنه المسيح حررني والمسيح هو تاج رأسي الآن. آمين. فنشكر الرب اللي أعطاني الحرية هذه إني أنا أطلع وأبتعد يعني وأخرج من السجن اللي أنا كنت فيه. أنا حابب أقول لك إنه في مسلمات كسر. نعم. ولدنا مسلمات وأيضا خلعنا الحجاب. نعم. ولست أنت الأولى، ولكن ربما أنت الأولى التي خلعت الحجاب أمام الكاميرا. مبروك، ربي يبارك حياتك. شكرا رب، ربي يبارككم. شكرا لكم. إجتني الترنيمة اللي بتقول هل أطرق بابك بعد ضياع الكل، أو يصلح أن أقترب إليك بذلي، ضيعت أنا فرحتي مني بجهلي، قد كنت حبيبي وخلي أنت بل أهلي، وتركتك لكني أعود فترحمني.